هذا وتتواصل الاستعدادات من أجل بدء عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد بجهة مراكش آسفي. مجموعة من المراكز تم وضعها رهن إشارة القائمين على الحملة من أجل استقبال المعنيين بالتلقيح والذين يتكونون في المرحلة الأولى من الأطر الطبية والسلطات المحلية المتواجدين في خطوط المواجهة. مبعوثنا الخاص إلى مدينة مراكش عبد المولى بوخريس أجرى الحوار التالي مع السيدة لمياء الشاكري المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي. على بعد ساعات من بدء الفعلي لعملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا، تتواصل الاستعدادات على قدم وساق هنا بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش آسفي من أجل توفير الظروف المثلى للمرور السليم لعملية التلقيح. بداية من يوم غد سيستفيد المعنيون بالدرجة الأولى بعملية التلقيح وهم الأطر الطبية الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الفيروس. عن السير العادي وظروف السير على الإعداد للعملية يسعدني أن أستضيف السيدة لمياء شاكري وهي المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش آسفي. نتحدث عن ساعات تفصلنا عن بداية العملية، ما هي آخر الاستعدادات التي تقومون بها من أجل توفير الظروف المناسبة في المراكز الصحية من أجل استقبال الحالات الأولى المعنية بالتلقيح؟ والاستعدادات الاخيره كيف شفتوا بان احنا على مستوى الجهه ديال مراكش كاينه واحد اللجنه جهويه هي اللي هي كتوقف على جميع المراحل وعلى جميع الوسائل الضروريه اللي خصنا نكونوا باش تكون الحمله وطنيه ناجحه. دونك من بين الاجراءات هو ان التاكد من الوسائل اللوجستيكيه، دونك ديجا جميع الاقاليم توصلوا بجميع الوسائل اللوجستيكيه. ثاني حاجه هو بالنسبه ملي كنقول بان عمليه التلقيح اللي غتشمل في المرحله الاولى غتشمل فقط بعد الاشخاص كالاشخاص المسنين اللي كتجاوز عمرهم 75 سنه، من بعد الاشخاص اللي هما كانوا في الخطوط الاماميه اللي فيهم الاطر الصحيه، فيهم الاطر ديال وزاره التربيه الوطنيه، فيهم كذلك الاطر ديال السلطات العموميه والامن اللي غتشملهم هذه الحمله، وديال وزاره الداخليه اللي غتشملهم هذه الحمله في البدايه. دونك ديجا الاستعدادات كنهضروا على نقاط ديال التلقيح، محطات ديال التلقيح كنا في واحد العدد ديال محطات التلقيح، ولكن في المرحله الاولى غنخدموا فقط 59 محطة ديال التلقيح على مستوى الجهة ديال مراكش. هذه المحطة ديال التلقيح زيادة على نقاط المتنقلة، يعني هذه الفئة ديال الخطوط الأمامية اللي فيها جميع القطاعات غنخرجوا لهم، يعني كاين فريق طبي وتمريضي اللي غيخرجوا باش يقوموا بعملية ديال التلقيح في هذا. زيادة بأن ملي تنقولوا لجنة إقليمية لجنة جهوية، هذه اللجنة الجهوية كتسهر كذلك على فيها أطر صيدلانيات اللي كتسهر على عملية ديال التخزين ديال هاد اللقاح باش نوفروا الجوده وباش يكون يعني المعيار اللي معتمدين عليه في لي كونديسيون دو كونسيرفاسيون ديال لو فاكسان. نتحدث في الدرجه الاولى عن استفاده ازيد من 30 ألف من الاطر الذين هم في مواجهه مباشره مع الفيروس، لكن كذلك بقيه المواطنين هناك منصه رقميه مفتوحه في وجههم من اجل تسجيل يتسلمون مواعيد بحلول موعد التلقيح. تكلموا لنا بتفصيل اكثر احنا حول هذه العملية. بالنسبة كيف قلت المرحلة الأولى غتشمل الساكنة اللي كتجاوز العمر ديالهم 75 سنة. إيفيكتيمون بالنسبة للجهة ديال مراكش وصلنا تقريبا 22 ألف، أكثر من 20 ألف شخص اللي ديجا خدا الموعد ديالو، المواعيد ما بين 29 من شهر واحد حتى الأربعة في شهر جوج، يعني هاد الساكنة عن طريق الوسائل اللي حطتهم وزارة الصحة باش يمكن هذاك المواطن يمشي ياخذ الموعد، حيت ملي تنقول حملة تلقيح خص يكون هذاك الشخص واخذ الموعد ديالو، يا إما عن طريق 1717 اللي غيصيفط واحد الميساج بطاقة رقم البطاقة التعريف ديالو، يا إما عن طريق البوابة الإلكترونية اللي ولا عن طريق كذلك واحد الرقم أخضر اللي حطاته وزارة الصحة راه الإشارة ديال المواطن اللي كيستوجب هاد المعايير ديال العمر ديالو كتجاوز 75 سنه باش يمكن له ياخذ الموعد ديالو. اون فوا كياخذ الموعد كنعرفوا كيعطيو حتى الامكانيه الموعد زائد المحطه اللي غيستافد منها التلقيح زائد الوقت اللي غيمشي باش يتلقح، باش داك الشخص منين غيجي المحطه ديال التلقيح ما يبقاش بيردو في لا ناتور، يعني غيجي بالتوقيت ديالو بالوقت ديالو وغيجي غيلقى طاقم
الطبي والتمريضي هو اللي هما في الانتظار، غيلقى واحد المنهج يعني واحد لو سيركوي اللي حطينا في هذه المحطات ديال التلقيح، لان هذا لو سيركوي خصو يدوز مجموعه من المراحل باش يستفد من التلقيح ديالو. دونك من هذه المناسبه ومن هذا المنبر حنا تنقولوا تنشجعوا السكان باش يعني الساكنه باش تمشي تقيد باش تمشي تسجل باش يمكن لها تستفد. ومني كنقول حمله وطنيه ديال التلقيح، هذه الحمله الوطنيه باش تكون ناجحه خاص نكتسب واحد المناعه جماعيه ديال اكثر من 80%، وباش يمكننا واخا غنكتسبوا مناعه ولكن باش يمكننا كذلك نتجاوزوا هذه الجائحه ديال كوفيد، لان ايفيكتيمون غتنطلق الحمله الوطنيه ديال التلقيح ولكن ما غنكونوش محميين 100% حتى تستكمل هذه المناعه الجماعيه اللي هي ديال 80%. أشكركم جزيل الشكر السيدة لمياء شاكري، وذكر بأنكم المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش أسفي. في مرحلة أولى ستستفيد كما ذكرنا 30,000 من الأطر الصحية في الصفوف الأمامية، ولكن هناك أيضا إقبال من المواطنين، أزيد من 22,000 حصلوا على مواعيد عبر المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض، والهدف هو تلقيح أزيد من 3 ملايين من ساكنة الجهة الذين يمثلون 80% من الساكنة المعنية بأخذ الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.